السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعهد الصناعات الغذائية، معهد الصناعات الغذائية وشركة المراعي بيعلنان عن بدء التسجيل في برامج الدبلوم المبتدأ بالتوظيف لحاملات الثانوية. بيعلن معهد الصناعات الغذائية، وده الموقع الرسمي لمعهد الصناعات الغذائية، بيعلن عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدأ بالتوظيف في شركة المراعي. التخصصات المتاحة: تقنية الإنتاج الغذائي، تقنيات المزارع، تقنيات معدات الإنتاج. الشروط المطلوبة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75%، فأعلى مصدر علمي، لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية، ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة 5 سنوات، حاصل على درجة اختبار القدرات العامة قياس بنسبة 60%، ألا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية، اجتياز الفحص الطبي. المزايا: شهادة دبلوم معتمدة، التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية، يشرف على التدريب نخبة من الخبراء، توفير سكن ومواصلات للمتدربين، التأمين الطبي، مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال. الراتب يبدأ من 5300 ريال إلى 7300 ريال بعد طبعا التخرج. ميعاد التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 4/7/1444 الموافق بالميلاد 26/1/2023. طبعا ده الموقع الرسمي لمعهد الصناعات الغذائية. في الأسفل هنا سوف تجد طريقة التسجيل: الاسم الأول، اسم الأب، اسم العائلة، طبعا جميع البيانات التي أمامها نجمة حمراء إلزامية. اسم الأول باللغة الإنجليزية، يرجى كتابة الاسم الإنجليزي كما هو موضح في جواز السفر أو رخصة القيادة، زي ما هو موجود ومكتوب في جواز السفر أو رخصة القيادة، تقوم بكتابته باللغة الإنجليزية. اسم الأب بالإنجليزية أيضا كما موجود في جواز السفر أو رخصة القيادة. الجد بالإنجليزية. اسم العائلة. رقم الهوية الوطنية، تاريخ انتهاء الهوية هجري، تاريخ إصدار الهوية هجري، مكان إصدار الهوية الوطنية تقوم باختياره، الجنسية تقوم باختيارها، ثم الجنس، ثم يرجى اختيار هنا الملفات التي تريد إرفاقها، العمر، تاريخ الميلاد بالميلادي، تاريخ الميلاد هجري، هنا اضغط هنا لإرفاق الملفات أو السيرة الذاتية أو غيرها من الأشياء المطلوبة. هنا طبعا الصورة الشخصية، الصورة الشخصية. الصورة الشخصية تكون بصيغة الجي بي جي او الجي بي جي بي اي جي او البي ان جي او ماكس، ثم بعد ذلك رقم الجوال، البريد الالكتروني، المنطقة والعنوان، اسم ولي الامر، رقم جوال ولي الامر، البريد الالكتروني لولي الامر، ثم تضغط على التالي لاستكمال مراحل التسجيل في معهد الصناعات الغذائية. طبعا ده الاعلان، بيعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول وتسجيل لبرنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في شركة المراعي. تخصصات: تقنية الإنتاج الغذائي، تقنية المزارع، صيانة معدات الإنتاج. المميزات طبعا كما ذكرناها، منها مكافأة شهرية 3000 ريال، والرواتب بعد التخرج تبدأ من 5300 إلى 7600 ريال، ودي مجموعة من الشروط اللي ذكرناها في الفيديو. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.